شحالكم من جديد في فاير بلاي متواصلين حتى الخمسة متاع العشرين. نستقبلوا ضيفنا الثاني في حصتنا اليوم. البارح كما قلت في تقديمي للحصة كانت قاعدة خلينا نسميها لمة رجال النادي الافريقي في كرة اليد، وتم الاتفاق بعدها على عودة نشاط كرة اليد في الافريقي في الهدفين الجاية. على كل من ضمن رجال النادي الافريقي اللي كانوا موجودين في القاعدة هذه المسير السابق سيد رؤوف بن سمير. سيد رؤوف اهلا بك. مرحبا خويا اسلام، مرحبا بك ومرحبا جميع المستمعين. باه سي رؤوف، اول حاجه حبيت نسالك كيفاش جات الفكره نتاع القاعده؟ هذه السيتياسيون اللي فيها الكلوب تاو سيرتو فرع هون خلات الناس الكل تتحرك. صحيح، معناها الوضعيه معناها العامه نتاع فرع كره اليد معناها خاصه معناها ماهيش معناها طيبه جمله، وخاصه بعد معناها مغادره بعض اللاعبين الى في فرق اخرى، ومعناها الفترة هذه الفترة فراغ احنا نسميوها. الحقيقة مشكورين كل المسؤولين متاع النادي الافريقي اللي معناها السابق معناها في كرة اليد، لمينا الشمل وعملنا قاعدة معناها باش نخفوا مع بعض الناس كل لإيجاد معناها صيغة باش ما خليوش معناها الفريق يندثر معناها، وقررنا معناها مع بعضنا اللي باش نكونوا معناها نلموا معناها المجموعه فتيات وفتيان، والى حتى معناها يقع انتخاب رئيس الجمعيه، والمجموعه هذه باش تكون معناها متواجده معناها مهما كان الرئيس ومهما كان اسمه. الهدف هو معناها النهوض بالفريق بتاع كرة اليد وإيجاد معناها الحلول اللازمة في المستقبل. بقينا بالنسبة للتوا معناها اتفقنا لإرجاع ساعة الفريق التمارين، كما تعرف معنا البطولة باش ترجع معناها الخمسة شهور، واحنا من الفريق الوحيد اللي ما رجعش للتمارين، وهذا معناها الحقيقة ما مش باهي معناها بالنسبة للنادي الافريقي اللي تعرف تاريخ كبير معناها في كرة اليد، ويضم معناها مسؤولين شبان معناها خاصة معناها اللي نجموا يعطيوا الإضافة للمستقبل، ونجموا كي تبدأ معناها الناس كل واقفة مع بعضها يكون معناها فما صلح حاجات بوزيتيف معناها في المستقبل للفرع هذا. شكون كان موجود في أو في اللمة هذه؟ والله احنا اللمة هذه راهي معناها مبنية معناها كانت معناها حضور خاص، ومعناها خاطر فما غيابات معناها نتاع بعض الخيان اللي يستشفوا معناها عندهم موانع أخرى كل شيء خلاتهم معناها في بالنسبة للشغل الكل. كان موجود سفيان بن صالح، فمعنا شادلي قايد، ومعناها والياس ناجي، توفيق بن سمير، فأنت معناها وأنا بيدي معناها موجود معناها معاهم. الحقيقة معناها اعتذر على الحضور هو في حسين قندورة اللي كان معناها عنده معناها ما يعمل في كان الخماخم، فهمت؟ والمجموعة كما قلنا تضم زاد سي قيس البدوي وسي عادل بوقرة وسي منير البلطي اللي هو كما تعرفوا معناه مسؤول سابق معناه في كرة اليد، ومعناه الدعم نتاعو معناه وعد اللي باش يكون معناه من الأوائل اللي باش يدعموا السكسيون مهما كان الرئيس ومهما كانت الظروف. واحنا هنا حبيت نوضح هذا اللي راهو بالنسبة لنا احنا تصرفنا كأولاد الكلوب افريكا أولاد السكسيون بقطع النظر على معناها احنا معنا صبغة معناها إدارية رسمية. أبش نجيك سي رؤوف، لكن كي سميت الأسماء فما أسماء كان عندك معهم خلاف، ظهر مثلا سفيان بن صالح وإلا شقيقك توفيق بن سمير، ظهر لي كل شيء زين قدام النادي الإفريقي اليوم. والله الحقيقة معناها سؤال معناها وجيه إسلام، فهمت؟ احنا والحمد لله وفضل من عند الله اللي زالت الخلافات وعندها معناها مدة صغيرة معناها اللي الناس كل رجعت معناها في خاصة فما مصلحة متاع جمعية أول حاجة ساعة ذيك الأمور الخاصة معناها متاع احنا أبريتو عائلة راهو عائلة كرة اليد، وما يصير ساعات اختلاف راهو يصير معناها خلافات ويصير، لكن اللي زاد معناها شجعنا معناها باش الالتفاف هو الوضع الحقيقه برشا، وخاصه برشا معناها حبام تاع النادي الافريقي معناها قاعدوا يلوموا معناها كيفاش النادي معناها النادي الافريقي في كره اليد معناها فما شويه فراغ
هذا معناه احنا قررنا باش يكونوا الناس كل اللي سميتهم لك يد واحده والناس كل معناه فما مسرح نتاع جمعيه وتحب معناه هذا معناه فريق اللي احنا تربينا فيه وترعرعنا فيه ورينا فيه معناه ما اجواء معناها باهيه وتربينا مع ناس كبار معناها اللي معناها كانوا مسؤولين نتاعنا قلنا لا سبيل اليه باش نخليه معناها الفرع نتاعنا يصبح حل ولا معناها يصير له معناها مشاكل اكثر من لازم لذلك كنا معناها وكما قلت لك الحمد لله معناها الناس كل ونشكر بالمناسبه هذه معناها كل توفيق ومعناها سفيان والياس ناجي معناها وسي شادي قايد وحسين قندورة وسي فريد خماخم اللي هذوما وان شاء الله ينضم معناها في قيس البدوي زاد المجموعة فهمت قريبا الناس كل بدات معناها تفاؤل وبدات معناها رغبة والناس كل قالوا نحيوا الخلافات ومعناها ورغم اللي احنا المجموعة متناسقة معناها وما فماش كل رئيس معناها ما فماش لا رئيس لا مرؤوس إلى أن يأتي معناها ما يخالف ذلك قرر معناها فما شكون رئيس في النادي الافريقي مهما كان اسم الرئيس باش تكون المجموعه هذه باش تخدم كره اليد ومعناها باش نشوفوا بعد معناها الرئيس باش يجي يحكيوا معاه ومعناها وعندنا معناها ان شاء الله برنامج معناها في الافق معناها ان شاء الله يكون معناها ايجابي ويكون معناها يعطي الكلوب معناها يعطي الجمعيه نتاعنا الحجم نتاعها اللي الناس كل تستنى فيه والناس كل الحقيقه معناها متقلقه معناها الاوضاع وإن شاء الله ربي معنا يوفق وترجع الأجواء نتاع النادي الإفريقي. نسقتوا مع إدارة قبل سي رؤوف ولا؟ مع شكون؟ مع الهيئة الحالية أو ما تبقى منها معنا؟ والله شوف معنا بكل صراحة معناها إحنا ما فماش تنسيق ما نسقناش علاش؟ خاطر معناها كما تعرف الجو العام معنا نتاع النادي الإفريقي تو ما فماش إدارة. اي فما عضو أعضاء في الهيئة اللي هما عبد السلام اليونسي وحمزة الوسلي. بقينا معناها اللي انا معناها في بالي بيه اللي معناها في عبد السلام اليونسي معناها ابارامون معناها في باله بالموضوع ومعناها متحمس للموضوع هذا وفي سي بوغدير اللي هو معناها مقدم معناها الليست نتاعو زاد كيف فهمت معناها اللي كلهم متحمسين الحقيقه معناها وما يراوش حتى مانع وهذا اللي في بالي بيه انا. والبقيه كما قلت لك احنا راهو معناها احنا هذيا في قطع النظر على معناها شكون بالشد رئيس احنا معناها البادره اللي قمنا بها كابناء النادي الافريقي معناها وفي كره اليد واحنا تربينا والكل موجوده معناها كل الاطراف موجوده فيها. معناها البادره هذه بادره احنا معناها للجمعيه ماهيش معناها ماناش الاشخاص فهمت لذا انا ما نتصورش كان فما معناها شكون باش معناها تقلقوا البادره هذه ولا وكما قلت لك احنا معناها غدوه كان فما رئيس هو اللي يجي هو يختار يحب المجموعه يحب كذا لكن اونتر تون احنا يلزمنا معناها الفراغ هذا نمناوه ونرجعوا معناها الاولاد يتغناوا وكما قلت لك فما البطوله قريب معناها باش تكون معناها في خمسه شهور وهذا هذا هذا معناها هذا منطق طبيعي معناها ان شاء الله. الملاعبيه اتصلتوا بهم وافقوا على العوده الاثنين؟ والله باش نقول لك حاجه معناها احنا معناها نعاود نقول لك اللي ما عندناش بالنسبه لنا عندنا معناها خاصه الشبان اللي هما باش يكونوا متواجدين وكما تعرف عندنا 10 لاعبين ما بين في الجينيور والكادي هذوما من انترناسيونال معناها باش يكونوا متواجدين بالنسبه للمجموعه بالنسبه للاولاد القدم اللي عندهم معناها مشاكل معناها خاصه ماديه وكذا احنا معناها احنا كما قلنا لهم راهو الرجوع ساعه قبل كل شيء للجمعيه وللتمارين وبعد تولي فما صفه رسميه نتاع رئيس نتاع معناها اللي هو منتخب معناها باش يكون معناها كان قعد اليونسي ولا كان جاسي بغديري ولا غيره ولا كذا هذيك باش تتناقش مع الاداره اللي تبدا موجوده اما احنا توا معناها احنا باش بصفه عامه باش نلموا معناها الناس كل وبعد احنا بينا باش نساهموا معناها ان شاء الله معناها في حلول معناها كبيره بالنسبه للفرع اما الحلول الرسميه ومعنا مستناو حتى معناها تتركب معناها ولا يتعين رئيس الرئيس هو اللي باش يكون معناها احنا نحكيو معاه ونشوفوا معاه حلول نفس الشيء ينطبق على المدرب ظهر لي
كيف كيف احنا تو بالنسبه للمدرب معناها في سيموني الرياحي اللي هو ولد النادي راني معناها في الجونيور وفي الكادي وسي رمزي رورو هما مع المدربين نتاع الشبان معناها باش يكونوا معناها وقتيا باش ياخذوا الفريق وقتيا معناها بصفه مؤقته تبقينا بعد معناها بالنسبه للمدرب وبالنسبه معناها شكون الرئيس وكل شيء هذا الكل باش يقع وقت اللي معناها تقع اداره وتقع معناها انتخاب رئيس وتتلم معناها اما احنا معناها القرار فينا هو مهما كان الرئيس مهما كان معناها الوعد احنا باش الرئيس باش يجي باش نقفوا معناها السكسيون بتاعنا باش نعاونوها باللي الناس معناها مش وقتيه الحكايه هذه باش تواصل حتى البعد معناها كيف؟ معناها مش وقتيه وليد تتدرب في هذا باش تواصل حتى بعد لا 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 حتى بعد معناها باش تواصل معناها حتى كي يقع مع انتخاب رئيس ونشوف شكون رئيس جمعيه وكل شيء احنا باش نكونوا معناها في السنتير معناها في الحزام معناها اللي حكينا فيه باش نكونوا مهما كان الحزام هذا كلمه ما عادش يحبها برشا جمهور الافريقي كيف؟ الحزام هذه كلمه ما عادش يحبها برشا الببليك نتاع الكلوب لا هذا حزام مش نتاع هذا حزام معناها يعرفوا معناها الجماهير نتاع الافريقي يعرفوا شنو هي كره اليد كره اليد احنا من قبل معناها كانت ديما معناها عندها معناها راهو معناها سيكسيون ابار كان فهمت صحيح معناها وتلم الناس كل معناها تعرف جل الرؤساء من حموده بن عمار من كمال يدير من سيمولي البرتي في شريف بن امين الله يرحمه الكل راهو تعداو الكل من الهوندبول فهمتني لكن احنا كي الناس عندهم الحق معناها تعبت خاصه من فما ناس تتكلم على الحزام اللي هو مش ولاد جمعيه تكلموا على الحزام، احنا كنت نقولوا معناها هنا موجودين فعلا معناها قلبا وقالبا ان شاء الله. معناها معناها طالبين باش يكونوا معناها احنا باش يكونوا موجودين مهما كان الرئيس ومهما كان معناها رئيس الفرع اللي باش يتحط. باش يكونوا ناس كل يد واحده وهذا اللي اتفقنا عليه معناها الاولاد الكل معناها اللي لي زونسيان معناها بريزيدون تاع لهم. نكمل مع اخر نقطه سي رؤوف واهم نقطه نتصور وانت مسؤول سابق وتعرف اهميه النقطه هذه الفلوس سي رؤوف عندكم هكا محددين قداش الانترفال قداش نجموا توفروا كمبلغ مالي معناها لا احنا ما الحقيقه ما حبيناش معناها الكلام انا ما نحبوش الكلام احنا نحبوا الفعل ولا الحقيقه علاش قلت لك معناها الرئيس اللي باش يجي من بعد هو اللي باش يقع معناها باش ناخد تقع لما معاه ومعناه فما معناه اون بارتي فما ناس باش تعاون من الجماعه نتاعنا فهمني والرئيس معناه كي باش يجي معناه كيما كانت تمشي معناه الامور قبل كانت معناه فما الرئيس والاداره اللي تجي معناه هاي مبلغ معين والمجموعه نتاع اللي هون بالور كل كلهم على اللي معناها باش يتعاونوا باش اما ما نجموش توا نبداو نحكيو على فلوس ولا حاجه معناها واحنا ما معناها مش في وقته فهمت ما نجمش هذا نحكيو كان كي تولي فما اداره وفما شكون الرئيس وشكون معناها اما اللي هو معناها اكيد اللي الناس الكل باش تساهم ماديا ومعنويا ان شاء الله وخاصه ماديا ما نجمش ما نسالكش على اللي صاير توا في نادي الفريق سي رؤوف شنو رايك في اللي قاعد يصير من تجاذبات؟ والله الحقيقه معناها هو الحقيقه من غير مبالغه معناها ما نجموش واحد ما نجم يقول حتى شيء فهمت خاطر معناها النادي الافريقي هي عائله كبيره فهمت وعندها راهو تاريخ معناها خاصه معناها في الجو نتاعها كانت الناس معناها ملمومه اكثر وتحب بعضها اكثر توا الحقيقه معناها شيء اسهل فهمت وعندنا نتمناو من ربي ان شاء الله معناها ربي يلطف بينا ومعناها يكرمنا معناها باش ترجع هكا الجو العام وترجع الناس كل معناها تلم احنا كان تتلم معناها المسؤولين الكل نتاع النادي الافريقي راه فما قوه معناها ضاربه قوه اخرى تولي اما التجاذبات هذيا راهي ما تخدمش مصلحه النادي الافريقي هذاك علاش هذاك اللي خلانا احنا في كره معنا في الهوم في كره يد تفاهمنا سيدي مع فما التجاذبات وراهو لا سبيل اليه للاختلاف الناس كل معنا فرد يد وفرد معناها ما نحكي لك على الفرع فهمت
علاش؟ على خاطر معنا حتى مهما رئيس يجي يا خويا الناس الكل يلزم تقف ويلزم تخدم اللي يحب جمعيته ويخدمها معنا بالفعل مش بالكلام. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك سي رؤوف بن سمير على كل هذا التفاصيل. بارك الله فيك. بالتوفيق اكيد لكم، بادره ممتازه لما تكون كل رجال النادي الافريقي في كره اليد ان شاء الله، علاش لا نشوفوا رجال النادي الافريقي في الكلوب الكل، معناها مش كان حتى في الهوند يتلموا الكل، اكيد الخروج من الازمه اللي قاعد يعاني فيها النادي. فاصل وقبل الفاصل نحب نذكركم برقم تطلبون عليه 71 725 1000، 71 725 1000، الكل احباء النادي الافريقي الموعد باش يكون لكم والكلمه لكم والميكرو باش يكون لكم في اخر جزء من حصتنا اليوم، باش تحكيوا على السيتياسيون تاع جمعيتكم اللي هي النادي الافريقي، ولا شنو رايكم في اللي قاعد يصير في الكلوب اليوم. فاصل ثم مواصلين في فير بلاي.